أوضح السيد أحمد فتحي القائم بعمل مدير فرع ثقافة سوهاج أنه تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة تم تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والمحاضرات الدينية والأمسيات الشعرية والإنشاد الديني من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي. إليكم متابعة الزميل خالد المشنب. يتضمن برنامج فرع ثقافة سوهاج لإحياء ليالي رمضان الثقافية الفنية بالحديقة الثقافية محاضرات دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وأمسية شعرية لشعراء نادي الأدب والإنشاد الديني، والإبتهالات والتواشيح، بالإضافة لفقرات فنية متنوعة تشمل عروض فرق قصر ثقافة سوهاج للموسيقى العربية والفنون الشعبية والتنورة والتحضيب والفلكلور الشعبي الذي تتميز به محافظة سوهاج. ويتضمن البرنامج أنشطة قصر ثقافة الطفل بسوهاج، عقد ورش فن تشكيلي والكورال وعروض مسرحية. يشتمل برنامج فرع ثقافة سوهاج لإحياء ليالي رمضان الثقافية خطة التجمعات الخاصة بنشاط رمضان والتي تجوب مختلف التجمعات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وعقد الأمسيات والندوات الدينية. أنا النهاردة استمتعت جدا بالعروض اللي قدمها مجموعة من الأطفال وبالخاصة المسرحية، يعني المسرحية كانت قدمها الأطفال بوعي، وده دليل على أن هناك وعي يزرع في الأطفال لأنهم مستقبل مصر القادم. وما قدموه فرقة الفنون الشعبية للأطفال بهذا الجمال وبهذا الفهم يدل على أن هناك عطاء في قصر ثقافة طفل سوهاج، وهناك حراك حقيقي، وهناك صناعة للمستقبل بشكل حقيقي. وأيضا فرقة الإنشاد الديني أو الإنشاد الفردي اللي تقدم بطريقة جميلة جدا، وأنا لاحظت أن الأولاد لم يخطأوا حتى في اللغة العربية، وده لازم نأكد عليه بأن الإنشاد الديني الأول في اللغة. الأولاد قدموا القصائد الدينية بلغة صافية وراقية وسليمة 100%. النهاردة كنا موجودين بالاشتراك مع النادي البحري وقصيدة قصر ثقافة سوهاج الأستاذة حنان محسن، عملنا احتفالية جميلة جدا بالأطفال، كنا مستمتعين جدا بالعرض والناس كانت مستمتعة بينا جدا. احنا بنخلق حياة جميلة، روح فنية عالية، بنخلق يعني سهرات رمضانية ممتازة متميزة لقصر ثقافة مع قصر ثقافة سوهاج. خادم مشنب لقناة طيبة. شهد